السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم كما كتشوفوا غادي نفصل واحد القفيطين ديال البنوتة للعمر ديالها 5 سنوات. هذا القياس كيف ما انتم عارفين ديال البنيات الصغار كيختلف، يعني على حسب الحجم نتاع كل بنيتة. هنا بغيت نوريكم أن الثوب عندي من الفوق ما مقادش، دائما تيكون عندنا هذا المشكل. هذا علاش انا غادي نتراسي بخط مستقيم، يعني على شكل زاويه قائمه، باش يجيني القياس هو هذاك. كما كتلاحظوا معايا من بعد ما حددت هنا القياس اللي انا غادي ناخذ عليه، كناخذ الطول ديال الثوب. هذه اول حاجه كنديروها، ناخذ الطول ديالي وغادي نزيد عليه القياس ديال التكفيفه. بالنسبة للطول ديال البنوتة، أنا عندي هنا في الطول 85 سنتيم، زدت عليه 6 سنتيم ديال التكفيفة. المهم أنا شاركت معكم الطريقة هنايا باش فصلت هاد القفيطين، والفصالة راه كتبقى يعني كل واحد وطريقته، النتيجة تقريبا كتكون بحال. بغيت نشارك معكم عفوا هاد الطريقة ديال الفصالة اللي أنا فصلت بها، سهلة في نفس الوقت عملية وما كتلقاوش فيها المشكل. الثوب عندي انا هنايا مطوي على 2، ثم مطوي على 4، يعني عندي 4 ديال الطروفه كيف ما كتشوفوا هنايا، 4 طروفه على هذا الشكل هذا. هاد القضيه انا قلتها غير على قبل الناس اللي ما عمرهم فصلوا، ويعني وكيبغيو يعرفوا التفاصيل مدققه. وبطبيعه الحال كنخليو سنتيم ديال الخياطه. كنمشي الفوق منين بديت وتراسيت القياس ديالي، كناخذ القياس ديال الكتاف، يعني القياس اللي عندي في الكتيفات مقسوم على 2 زائد سنتيم ديال الخياطه. وكنهبط في الدوره ديال العنق كيف ما لاحظتوا، كنهبط غير بجوج ديال السنتيم. هذه تنديروها حتى الكبار. بالنسبه للبنوته راكم نتوما عارفين يعني الرويس تيكون كبير والدخله ديال العنق كتكون صغيره، هذا علاش انا درت ليها 2 سنتيم بحال اللي كنديروا للكبار، ومشيت ب7 ديال السنتيم باش تكون الفتحه ديال العنق كبيره شويه. من طبيعه الحال هذا الثوب الفوقاني نتاع الظهر يعني كيكون هابط غير بجوج ديال السنتيم، اما ديال الامام كيف ما لاحظتوا معايا انا ملي كنزول الثوب يعني كنهز الثوب الفوقاني كيبقى عندي قياس لتحتاني، حتى هو غادي نطراسي قدامكم باش تشوفوا. انا حتى كنسالي حتى نقطعو، ولكن ما فيها باس نوريكم الطريقه. من بعد النقطه نتاع الكتاف هذه اللي عملت عليها انا علامه، هذيك النقطه ديال الكتاف كنهبط هنايا في الكبار كنهبطو ب3 ديال السنتيم، انايا نهبط غير سنتيم ونص، وكنصيلوها مع الفتحه ديال العنق. انا كنأكد على التفاصيل تنقولهم بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم فصلوا وبغاو يعرفوا، اما البنات اللي تيفصلوا فاللي يسر ليهم. انا دائما كنخاطب البنات المبتدئات. هنا في هذه النقطه هذه انا كناخذ القياس ديال التركيز. البنات اللي عندهم مشكل في القياس ديال التركيز تبعوا معايا هذه المرحله، في الاخر غنوريكم النتيجه اللي كتجيني مدققه وكيجي التركيز هو هذاك. يعني من النقطه ديال الكتف اولا فين عندنا الراس ديال العنق ما كاينش فرق، يعني تقريبا على نفس القياس، اولا في الوسط يعني ما بين النقطه ديال العنق والكتف كنهبطو من ديك المسافه في الوسط، كنهبطو من ديك المسافه بالتركيز، يعني شحال ما عندنا في التركيز كنهبطو بها. بهذه الطريقه كناخذو القياس ديال الصدر. دابا هنا انا غنسطر القياس ديال الصدر، شحال ما عند البنوته، انا تنقول لكم البنوته لحقت هاد قفيطين ديال البنيات الصغار، شحال ما عندها في الصدر كنقسموه على 4 وكنزيدو سنتيم ولا 2 سنتيم ديال الخياطه. انا هنا زدت 2 ديال السنتيم، وهاد المسافه هادي اللي عندي من الكتف للنقطه ديال الصدر كنقسمها في النص، غالبا كنقسمها في النص بالنسبه للناس الكبار. انا هنايا بالنسبه للبنيته صغيره راني طلعت غير ب7 ديال السنتيم وجاتني تقريبا في المنتصف، كندور التركيز غير بيديا كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للبنات اللي ما يعرفوش يدوروها بيديهم يقدروا يستعملوا البيستولي. وفي هاد القفيطين في نفس الوقت غادي نخدم واحد الطريقه كتجي صراحه مناسبه، في نفس الوقت ما كتجيش القفطان ولا الجلابه ما كيجيش محدد الشكل، والخصوص يعني بنيات صغار ما كاينلاش نديروا لهم ايفازي وندخلوا لهم في السمطه. انا درت هاد الطريقه كتجي احسن، وخصوص اللي تيكونوا بنيتات عندهم كريشه
من الاحسن نهبطوا ليهم من جهه التركيز بواحد الربعه ديال السنتيم مباشره، غادي نهبطوا بها للجلايل. هنايا في الدوره ديال الجلايل انا درت هنايا 32 باش تجيها يجيها واسع ملائم، وطلعت بواحد جوج ديال السنتيم ونص تقريبا حتى لثلاثه بهاد الخط هذا باش ما كيجيوش الجلايل مدليين على الارض. ومن هنايا غادي نصل للنقطه ديال تحت التركيز اللي هبطت كما قلت لكم 4 ديال السنتيم. كنحاول نعطيكم التفاصيل مضبوطه يعني باش البنات المبتدئات يستافدوا من هذه الطريقه، راه كتجي سهله وفي نفس الوقت عمليه. وهنايا كنجي نعبر شحال عندي في الدوره ديال الكرش. نورمالمون تقدروا ديروها في الاول، ولكن انا متيقنه بان المسافه اللي خديت هي اصغر من المسافه اللي عندي في الكرش، وهذا الدليل لان عندي السنتيم هنايا كما كتشوفوا هذيك هي الدوره ديال الكرش اللي عندي. ما غنخليش انايا حيت هذا القميص بغيت البنيته يعني يجيها نازل ودير معاه مجيديل يجي زويون. وان شاء الله غنشارك معكم حتى الطريقه كيفاش انا غادي نخدم هاد القفيطين، غنخدمو كله بالتنباس يعني تحت طلب الام ديال البنيتات. جوج قفيطنات انا هنايا خدمت، والا لاحظتوا انا دخلت شي شويه بالمقص على داك القياس اللي عندي غير باش تبان ليها شويه الايفازي، ولكن في نفس الوقت انا بغيتو يجيني نازل ووافي. هنا غادي نطراسي الكميمات. انا هاد الثوب اللي بقى لي على القفيطين باش ما نضيعش الثوب خديته عبرته في الطول وفي العرض ولقيته ملائم انني ندير به الكميمات، خليته كما هو مطوي على 4. خديت الطول ديال الكم وخديت راس الكم وزدت عليه جوج ديال السنتيم. غادي نهبط من هذيك المسافه الفوق غنهبط ب 9 ديال السنتيم. بالنسبه للكبار كنهبطوا من 12 ل 13 حتى 14 على حسب. بالنسبه للبنيات الصغار 9 سنتيم كافيه. انا كندير طريقه اخرى، ولكن هنا حبيت انني نشارك معكم هذه الطريقه بالنسبه للمبتدئات باش تجيهم سهله. انا نورمالمون كنشد غير التقويره نتاع التركيز وتنحطها على ديك المسافه اللي عندي ديال الكم وتنطراسيها، كتجيني سهله. المره الجايه غنشاركها معكم. هنا كناخذ هذاك القياس اللي عندي كما قلت لكم ديال التركيز زائد واحد سنتيم، كنحطه في هذه المسافه اللي عندي هنا على هذا الخط المائل بهذه الطريقه هذه. ومن بعد هاد المسافة كما كتلاحظوا كنقسمها في النص، كناخد المنتصف ديالها وكل منتصف كنولي نقسمه في النص. هاد الطريقة بالنسبة للبنات المبتدئات كيبغيو يعني داكشي مدقق، هذا علاش انا اختاريت نوريكم هاد الطريقة. كنديروها حتى بالنسبة للكبار، يعني كما شفتوا هاد المنتصف حتى هو غادي ناخدو النص ديالو غادي نطلعو بواحد جوج ديال السنتيم، وغادي نوليو ناخذ المنتصف ديال الجهه الاخرى وغادي ننزلو بجوج ديال غادي ننزلو بسنتيم او لا سنتيم ونص. هاد الطريقه كذلك كنديروها للكبار، ولكن انا غالبا كناخذ غير التركيز ديالي وكنحطو على الكم وكنطراسي عليه وكيجيني العبر هو هذاك. دابا كناخذ المسطره ديالي وكان من النقطه اللي انا خديت حتى للراس ديال الكم كناخذها بشكل مستقيم. ملي كنبغي نقطع كندخل واحد شويه كما قلت لكم انا بغيت شويه العبر يجيني وافي، نتوما عارفين البنيات دغيا كيكبروا من الاحسن ديروا لهم شي حاجه وافيه شويه. من الاحسن نبداو تقطع من الفوق يعني من الدورة ديالنا ديال التركيز حتى لراس الكم، وما نمشيوش بهذه الطريقة، نحاولوا عاوتاني نقطعوا بالشكل اللي مقابل يعني من هنا باش نضبطوا ونتحكموا في الثوب احسن بهذه الطريقة هذه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل، نكون خفيفة ظريفة عليكم. هذا هو الشكل ديال القميص ولا القفيطين ديالنا كما كتشوفوا، وغادي نوريكم الدوره ديال التركيز كيف هي جاتني مضبوطه، يعني ما كتجي لا كبيره لا صغيره على الراس ديالكم، كتجي هي انتوما بالطريقه اللي انا خدمت. كنخدم دائما بالتركيز القياس اللي عندي في التركيز ودائما كتجيني على هذا الشكل هذا. شكرا لكم على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.